في ظل العوامل المختلفة التي تؤثر سلبا على المنشآت والمباني والإهمال في القيام بأعمال الصيانة مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعطال، انطلقت فكرة إنشاء موقع للإدارة الذي يهدف إلى عرض الآليات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة للمحافظة على المنشآت. يشكل موقع للإدارة مرجعاً مفصلاً للقيمين على المنشآت حول كيفية إدارتها وصيانتها والتخطيط لذلك، ويتضمن موقع للإدارة إرشادات، فيديوهات توجيهية مرافقة، نماذج يمكن تنزيلها والاستعانة بها في عملية إدارة صيانة هذه المنشآت. فالصيانة هي عملية أساسية في نظام إدارة المنشآت، وخصوصاً الصيانة الوقائية الدورية. يضم موقع للإدارة ثلاثة أقسام رئيسية: للإدارة، للتنظيم، للتنفيذ. يتضمن قسم للإدارة المعلومات الضرورية المتعلقة بالتخطيط لإدارة المنشآت وصيانتها، تشكيل فريق الصيانة وتحديد أدواره، تنظيم الاجتماعات التمهيدية والختامية لفرق الصيانة. أما قسم للتنظيم فيشمل كيفية تنظيم المنشأة وتحضيرها لتنفيذ خطة إدارتها وبرنامج صيانتها، إنشاء جردة موجودات المنشأة الرقمية وتحديثها الدوري، إعداد البرنامج السنوي للصيانة الوقائية وأعمال التنظيف، تنفيذ برنامج التنظيف، وتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية السنوي، تنفيذ نظام إعارة الأجهزة الإلكترونية. ويضم قسم للتنفيذ الإجراءات التقنية للصيانة الوقائية، إضافة إلى فيديوهات توجيهية تسهل عملية التنفيذ من قبل فريق الصيانة. تندرج هذه الإجراءات تحت ثمانية عناوين رئيسية هي: المياه، الطاقة، المساحات الداخلية الداعمة للمنهج، المساحات الخارجية، التعلم الإلكتروني، التأهب للطوارئ، نوعية البيئة الداخلية، الصيانة. ويتضمن قسم كل جديد أخباراً، إعلانات، آخر المستجدات على صعيد إدارة المنشآت وصيانتها، فيما يضم قسم مراجع، روابط مرجعية، فيديوهات توجيهية، ملفات مختلفة يمكن تنزيلها والعودة إليها عند الحاجة.